ونساعدك يلا قوم. اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان وحلقه جديده من برنامج طلع اللي في قلبك. في البدايه بقول لكل امهات مصر والمصر الحبيبه والفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام وكل ام مصريه بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم وخطير جدا. هنتكلم عن الروحاني والدجال والفرق بينهم. طبعا اهل الشر من المشعوذين والدجالين الموجودين في كل مكان، اللي كل همهم جمع المال فقط لا غير، كل همهم يفرقوا بين الأزواج، يخربوا البيوت، يفرقوا بين الإخوات، يفرقوا بين الأصحاب، كل همهم إنهم يعملوا فاصل، يبتلوا الناس بالمرض وما شابه ذلك. طبعا النهاردة معانا العالم الروحاني الدكتور يوسف سعيد، استشاري وخبير الأعشاب. ولما نقول الاستشاري يوسف سعيد ده حفيد الشيخ محمود خليل الحصري، ونرحب بيك يا دكتور. مرحب بيك حبيبي. يا اهلا بيك. مرحب بيك استاذ خلف. الله يكرمك. في البدايه يا دكتور عايزين نعرف المشاهدين يعني ايه روحاني. روحاني يعني علم منزل من ربنا سبحانه وتعالى، يعني علم اسمه علم مغذي. يعني بيدخل على فايل المخ، بيضغط كل العلوم الروحانية عندك، يعني مش علم بقراية يقرأ مش علم يقرأ لا لا، هو علم مغذي على حاجة اسمها فايل المخ، بيدخل على فايل المخ بيغذي العلوم بتاعتك، زي لما بتضغط معلومات على الكمبيوتر كده مرة واحدة. ده علم روحاني. طب ودي بتبقى من عند الله، يعني زي موهبة ربنا. طبعا. ممكن تيجي لواحد متعلم او مش متعلم، بإرادة ربنا، دي بإرادة ربنا. تمام. طيب عايزين نعرف ايه الفرق، ونعرف السادة المشاهدين يعني ايه روحاني ويعني ايه دجال. روحاني زي ما قلنا، زي ما قلنا ان هو شغل ربنا. شغل تمام. ربنا من الاخر يعني. اما الدجال بقى فهو ده ينقسم الى قسمين. تمام. القسم الاول اللي هو بيدخل، هو عاوز يبقى دجال، فبيدخل على حاجة اسمها خلوة. احنا مش هنقول ايه بيعمل في الخلوة، ايوه هنقول بس اول يوم واخر يوم بيعمل ايه. تمام. اول يوم بيتبول على المصحف، يا ساتر. اخر يوم بيستنجب اللبن، خلاص. عشان كده حضرت النبي قال من اتى عرافا فقد كفر بما انزل على محمد. النوع الثاني وهو اخضر، هو ممكن ده بيجي لأي حد، ممكن يكون إنسان طيب ومع الأسف إن هو يحصل له لبس، ده بيضل الناس. يجي ده بقى بص يصلي، ممكن يصلي، ممكن تلقاه إنسان طيب، ولكن هو أصلا في حق الأمر إن هو ملبوس. ده اللي هو إيه، من النوع ده اللي الناس بقى بتفرح بيه، اللي هو يقول لك مثلا يا أستاذ خلف أنت عندك في البيت انطريه لونه كذا وكرسي، يقعد يحكي بقى كل ما هو موجود داخل مثلا البيت. بقى طبعا ايه التفاصيل بقى اللي بيحكيها لك انت اصلا يعني محدش يعرفها وما دخلش بيتك والكلام ده، فهو بيضلك، هو كده بيضلك عشان انت تؤمن بيه بقى. وبعد كده يوديك بقى في الطريق اللي طريق الهلاك بقى، اللي هي الطريق المشعوذ بقى، ان هو بقى ايه يستخدم بقى استنفاذ المال وما شابه ذلك، وليه هدف والخراب والمرض والى اخره. لا طبعا ليه هدف في كده. ده المشعوذ. طيب الشخص العادي ازاي يعرف ان اللي قدامه ده دجال او ساحر او مشعوذ؟ اي معنى من المعاني دي؟ والله هو قال لك يعني بص في مثلا كده يقول لك استفتي قلبك وين افتوك. واول حاجه قلبك بيحس بالشخص اللي قدامك. إذا كان الشخص ده هل هو يعني بتاع ربنا ولا إنسان مشعوذ شيطاني؟ دي أول حاجة، دي استفتي قلبك وإن أفتو. تاني حاجة بعد كده يعني قال لك إذا رأيتم الرجل يحلق في الهواء فطبق عليه الشرع. طبق عليه الشرع، أنا لما أشوف حد زي كده طبق عليه الشرع، بيصلي بيصوم، المغرب أذن العصر أذن، هو بيصلي في التوقيت بتاعه كده ماشي، معاملته مع الناس طيب، مش منافق، مش بيكذب، دي كلها صفات تدل ان هو انسان كويس. غير كده بقى بيتظاهر بالطيبه قدام الناس والصدق، وهو اصلا غير كده يبقى ده خلاص ده انسان دجال، ده مش كويس. طيب
برضو الشخص العادي ازاي يعرف، يعني نفس برضو المعنى، ازاي يعرف ان هو روحاني؟ يعني انا مثلا شايفك كده، ابص ازاي انا اعرف ان انت روحاني؟ روحاني يعني صاحب علم، يعني طب ازاي انا اعرفه؟ روحاني ازاي ازاي انا تعرف؟ ابص كده في الشخص اللي قدامي اعرف ان الراجل ده كويس؟ ما تبصش فيه، لا انت لما عايز تعرف ان ده روحاني ولا لا، اللي هو الروحاني انت لما تيجي تقول له انا عايز مثلا اشوف نفسي عندي ايه، عندي سحر ولا عندي مس ولا عندي كده، بس انت ما تقولوش انا عندي سحر، لا انت قول له انا عايز اشوف نفسي بس. تمام. هو كده بص من تلقاء نفسك يديك اعراض، ما انا جايز اقول لك دلوقتي انت عندك سحر، هو انت ايه ضمنك ان انت عندك سحر؟ طب لو مثلا حد جالك قال لك انا عايز اعرف اسم امك، عايز اعرف اسم ابوك، عايز اعرف مثلا طب عندك ايه، ده نقول عليه ايه؟ ده بص اللي يقول لك اسمك واسم امك عشان يحسب عليه ويحسب والكلام ده، ده الشغل الدجل. دجالين. الروحاني، الروحاني ده مش شغل ربنا، هو الناس ما تبصش ليه على التكنولوجيا الحديثة، ما هو برضه شغل ربنا تحدث. الروحاني كان زمان يقول لك اسمك واسم امك، دلوقتي هو بص روحاني مجرد ما يبص في عينك لو انت قدامه هيقول لك انت عندك واحد اتنين تلاتة، لان لو في انت في بلد تاني او في دولة تاني هو هيتصل، بص هيتصل عادي يديله اسمك بس. بس وبعدين هو الروحاني، في الروحاني حديث حاليا اسمه علم الروحانيات في علم الحرف، يعني مش عايز اقول لك بس ان هو علم يعني بياخد اسمك بس، هو ممكن ياخد اول حرف في اسمك يجيب معلوماتك كلها. تمام، لان انا اللي لاحظته الفتره السابقه اي حد مثلا يتكلم، طب اسمك ايه، طب اسم اسم والدتك، امك ايه؟ طب اسم مش عارف مين، طب اسم كذا، طب انت عندك ايه، طب انا هكلمك بوضوح هقول لك اللي عندك ومش عارف ايه، لازم تجيني في كذا كده يعني. هو على فكرة مش بيقول لك اللي عندك، هو بيقول لك ان هو عندك سحر، والسحر ده بص من اقرب الناس ليك، تروح انت بقى احنا اللي بنساعده على الدجل بتاعه، تروح انت تقول اه هي مرات اخويا مش عارف، ابن مش عارف مين، ابن عمي مش عارف مين، ده انا شاكك ان هو اللي يعمل لك، يقول لك بس خلاص تمام هو كده، هو ما قالكش حاجة، انت اللي قلت على فكرة، طيب يا احنا اللي دكتور، بنساعده على كده. طيب ازاي نقدر نحصن نفسنا من اهل الشر ومن العوامل الخفية، من السحر والنفس وما شابه ذلك؟ بالقرآن، تمام. المواظبة على قراءة القرآن والصلاة، بس ما فيش بعد القرآن، القرآن والصلاة طب تحصن نفسك في من ناس كل شيء. تلاقيها عندها حالات، تلاقيها ما تيجي تمسك القرآن ما تقدرش، هتعمل ايه؟ مثلا اول ما يبدأ يقرأ مثلا في بعض الآيات من القرآن الكريم تلاقيها مثلا ما يقدرش يكمل، طب دول يعملوا ايه؟ ده يعمل بقى يروح بقى للشخص الصح اللي هو يتعالج، ده محتاج علاج، ده فعلا اتلبس او حصل له سحر، تمام. ففي الحاله دي بقى يتوجه لصاحب العلم اللي هو هيعالجه بقى، هو كده لا حول ولا قوه به، ما يقدرش يعمل حاجه لنفسه تمام. ولا اللي حواليه برضه، حتى لو قرا القران، لانه مش كفاءه ليه ان هو يقرا القران، مش اي حد يقرا القران على فكره. طيب هل الروحاني القديم هو نفس الروحاني في الوقت الحالي؟ لا طبعا، ازاي ودليل حضرتك؟ جميل خالص السؤال ده. الروحاني زمان غير الروحاني دلوقتي، زمان كان اللي هو الناس ماشي دلوقتي اللي هم ماسكين الكتب، حتى لما يقول لك ايه بيفتح الكتاب، معروف عند الناس القديمه كده يقول لك ايه، لما تقول له هروح اشوف شيخ كده يقول لك اه هيفتح الكتاب، انه كان علم كتب، العلم ده منزل على اولياء وصالحين تمام. تمام، بس فهو كان يكتب يشوف الكتاب يفتح الكتاب يقعد بقى يحسب ويكتب طلاسم ويكتب حروف ومش عارف ده واحد في واحد يساوي مش عارف ايه وبتاع، فين في الاخر بعد كده يديك بقى واحد مثلا او اثنين، اثنين عنده ده يعني انت سحر، تمام. واحد يعني مس مثلا، ثلاثة يعني حسد، تمام، ده اللي هو كان بيحصل في كده، في قديم ده الزمن. في قديم الزمان. طيب دلوقتي بقى الدنيا دي اتغيرت، الوضع ده اتغير، ازاي بقى، اشرح لنا بقى، اوضح للساده المشاهدين. العلم ده مدته 600 سنة، العلم تمام الروحاني مدته 600 سنة، تمام بعد 600 سنة بينتهي. العلم القديم ده انتهى من بداية 2015، بدأ علم جديد. العلم الحديث اللي هو الحال ليه بقى هو بيتغير بمدة 600 سنة؟ لأن تمام كل 600 سنة الطبيعة البشرية بتختلف، ده علميا يعني، تمام كل 600 سنة الطبيعة البشرية بتختلف، ولذلك العلاج اللي كان ياخدوه زمان ما ينفعش دلوقتي، والامراض برضو اللي كانت زمان مش موجوده طب دلوقتي. ايه العلاج اللي كان يوصف زمان من الروحانيين يعني مثلا هندي حاجه بسيطه، مثال بسيط، القدامى؟
الاطفال اللي هي بتتبول على نفسها دي. كان عندي جدي الله يرحمه كان معالج روحاني اللي هو ومحفظ ابن قرآن عم شيخ محمود خليل الحصري، اللي هو محمد حسن جد حضرتك يوسف. من والدتك. محمد حسن محمد يوسف. حسن هو كان عالم صح وكان بيعالج صح. احنا سمعنا عن الشيخ محمد انه يمكن اكثر من 120 سنه في 120 الروحانيه. بيعالج صحيح ومحفظ قرآن. تمام. حامل كتاب ربنا ومحفظ قرآن. تمام. يعني مثلا كان عنده لما بيجي مثلا لو طفل حايز بيتبول على نفسه. تمام. فكان بيديله عشب اسمه عشب البلور. تمام. هو بيصحنه له كده ويحطه له في عسل وبتاع ده وياخده على الريق، خلاص كده اعتبره موضوع خلص. تمام. طب تعال هات العشب ده دلوقتي، مش هيعمل اي حاجه. تمام. عشب البلور ده دلوقتي ما يعملش اي حاجه. دلوقتي بقى احنا بنعمل حوالين السره حاجه كده زي الحجامه وبندي له عشب اسمه عشب المرمري. تمام. عشب البلور ده ملوش اي قيمه دلوقتي، لان طبيعه الانسان زمان غير طبيعه الانسان دلوقتي. يعني بتتغير مع تغيرات أيه طبعا البيئه. طبعا علشان كده ده علم. ولذلك تعال شوف دلوقتي على النت، انت لو عايز اكتب كتاب شمس المعارف، كتاب مش عارف ايه اللي هو بيعالج روحاني، هتلقاه على النت عامه. انا عايز اي حد يستخدم الكتاب ده ويستخدمه، بص في خير في الشر في اي حاجه، لو جاب نتيجه تعالى يجي قبل. مفيش الكلام ده، مفيش نهايه. طيب يا دكتور، لو اي حد شاف علامه من علامات السحر هيعرف ازاي او بتتعرف ازاي؟ والله بص، هو علامات السحر هو السحر اللي علاماته يعني واضحة. انا هو حد عامل لي سحر، عامل لك سحر، بتبقى ليك علامات معينه واضحه. زي مثلا اول حاجه عدم الشعور بالمراقبه، تحس كده ان في حد عدى جنبك وهو يعني انت قاعد معايا وتحس كأن في حد عدى، هو مفيش حد عدى، انت قاعد معايا او قاعد لوحدك. سمع اصوات غريبه، تسمع ممكن اصوات غريبه كده، حد بينادي عليك يا خلف مثلا، وانت مش عارف الصوت ده مين، حد بينادي اسمك في وسط سوق في انت ونايم. دي من ضمن العلامات اللي هي ايه، شائعه، العلامات الشائعه. تمام. لكن هي بتختلف، ممكن علامات للسحر وعلامات المس بتختلف، لكن في علامات شائعه كده معروفه يعني. عدم الانتظام في الصلاه، بتلاقي عدم قراءة القرآن، قراءة القرآن تلقاه يتضايق، يتضايق كده، لو مش قادر يقول لك بطل، بس هو متضايق يعني. دي يكون بداية المس أو السحر. تمام. طيب إيه علاقة، أو عايزين نعرف الروحانيات والطب البديل والعلاقة ما بينهم؟ جميل. أو طب الأعشاب بمعنى أصح. جميل. الإنسان المعالج بالأعشاب في وجهة نظري لازم يكون معالج روحاني. طيب معنا اتصال تليفون يا دكتور، نستأذنك. ألو. 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 أيوه. أيوه يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا حاجة، اتفضلي. لو سمحت حضرتك، أنا بس كنت عايزة أسأل يعني. اتفضلي يا فندم، تحت أمرك. أنا عايزة أعرف، أنا لو أنا شاكة إن أنا مسحورة أو في حاجة، أعرف إزاي؟ أنا في حاجات الناس بتقول لي، بس أنا مش عارفة يعني ده مظبوط ولا لأ. اتفضل يا دكتور. والله بصي، احنا قلنا لسه استفتي قلبك وان افتك، وبعدين انت حاسه نفسك مسحوره، فانت المفروض في اعراض عندك موجوده، عندك الشعور بالمراقبه. تمام. عندك يعني يوضح لها شويه يا دكتور، يعني ايه الشعور بالمراقبه؟ يعني مثلا تكون قاعده كده تكون شايفه حد معدي مثلا، قاعده وحاسه ان في حد بيراقبك، حد بيعدي كده جنبك، في حد مثلا بينادي عليكي باسمك. لا انا مفيش حد بينادي، ولكن اعراض مرضيه قويه قوي عليا بقالها سنين، انا وبنت مع بعض في توقيت واحد واحنا سننا مختلف، انا واحده معديه ال 40 وهي حاجه و20، اللي بيحصل هنا بيحصل هنا وفي توقيت واحد، الفرق الزمني بسيط جدا، يعني بروح للدكاتره باخد بالاسباب، بس يعني في اخر دكتور قال لي يمكن في حسد بقى، حتى لو انت تعبانه ما يبقاش كده، انا باخد العقار الطبي والحاله تتطور برضه. ده هنا بقى في الموضوع ده، ده يبقى سحر، لان السحر هنا سبع انواع. تمام. بص، في من النوع الاول للخامس ده سحر عادي طبيعي. تمام. من الخامس والسادس والسابع ده اللي هو السحر الاسود، ده يعني نادر لما بتلقى حد عامله. في الحاله دي يبقى انت كده بقى تتعرضي على حد
متخصص في الحالة دي ويشخص حالتك صح، لأن ده بيبقى في ده هنا كده 1000% في سحر عندك. تمام يا دكتور. طيب تتواصل حضرتك رقمك مع الإعداد، والدكتور إن شاء الله يتواصل معك بعد الحلقة إن شاء الله. طيب يا دكتور، إحنا عايزين نكمل سؤالنا اللي سألناه لحضرتك، إيه علاقة الروحانيات بطب الأعشاب؟ الروحاني تمام، اللي هو معالج بالأعشاب، إذا كان معالج عادي أو دكتور أو أي معالج، لابد يكون عنده دراية بالروحانيات. المكان شو روحاني يكون عنده دراية حتى بالروحانيات، لأن أي عشب روحاني، أي عشب في روحانيات. تمام. ولذلك في أعشاب بتعالج روحاني من غير ما تحتاج لشيخ. كان زمان لما حد يقول لك مثلا أنت يحس إن هو مثلا زي الست دي اللي بتقول كده، حاسة إن هي عندها أعراض وعندها حاجات، كان بيجيب عشب الرجلة، يجيب ورق السدر اللي هو النبق، ورق الكافور، يستحمى بيه، خلاص هو بيحس نفسه فاق وارتاح. تمام. علشان الاعشاب دي اصلا فيها، الاعشاب دي فيها سر روحاني لوحده. في اعشاب تمثل زي ورق الغار مثلا، ورق الغار ده لو انت عندك لبس، عندك سحر، عندك مس، عندك اي حاجه، بتستحمى بيه، اغتسل بيه، خلاص كده انت جسمك ما يفوق. ليه بقى؟ لان يعني لازم انت وازاي تشخص اي مرض بالاعشاب، بتشخصه بالروحانيات. تمام. لان انت اصلا المفروض اللي بيعالج بالاعشاب يبص فيك كده بقى، يعرفك ان انت عندك مثلا اعراض، زي ما هي بتقول مثلا ان انت عندك مثلا، يقول لك نبضات سريعه في القلب، تقل في الدراع، اخر فقرتين عندك، تعبينك كده، في اعراض بقت، يبقى يعرف بقى ايه العشب اللي هيمشي معك. تمام. فلازم يعرف الحته دي. تمام يا دكتور. طيب عايزين نعرف الفرق ما بين المس والسحر. المس والسحر بالنسبه في الجسم الانسان فرقهم بسيط من بعض، هو واحد على فكره. المس هو السحر، بس هنا الفرق ان اللبس، المس اللي هو اللبس ده بيبقى كده مثلا. طيب معانا اتصال تليفوني يا دكتور ونكمل. الو الو. طب كمل يا دكتور، اتفضل كمل كلام. المس اللي هو اللبس ده بيبقى مثلا كده، واحدة وقعت في الحمام، مش عارف، تعرضت لضغط نفسي كده، فحصل لها لبس. تمام. تمام. أما السحر، ولكن هو ده جن برضو. أما السحر اللي هو حاجة مرسلة، من حاجة مرسلة كده من شخص دجال. تمام. يعني بقى بعت لك جن، هو هنا هو برضو جن، بس ده مبعوث. وذاك الدست لما تيجي تقول له مثلا أنت عندك لبس، يتضايق، ازاي انا ملبوس؟ لكن عارف لما تقول له عندك سحر، هو مبسوط، هو حاسس ان ماشي، معروف مثلا الاستاذ خلف هو اللي عمل لي السحر ده. لكن تقول له ملبوس، لا، ولكن هما الاثنين واحد، هو ده جن وده جن، مفيش فرق على فكره. بيفرق بس في الاعراض. يعني مثلا مريض السحر تلقى عنده دايما حزن، ودايما تلقاه انطوائي، يحب يقعد مع نفسه، مجرد ما بيدخل السحر في جسمه تلقاه بقى بيقعد مع نفسه كده على جنب، وتلقاه دايما يحب يقعد في اوضه مغلقه، يحب يبكي ممكن مع نفسه، مهما كان كبير صغير، مهما كان قوته قدام الناس، تلقاه ممكن يحب، تلقاه يبكي دايما، في حزن دايما، الحزن في قلبه. تمام يا دكتور. ما يفارقوش ابدا. تمام. اما مريض المس، هنا بقى الفرق بقى، مريض المس تلقاه غير كده خالص. مريض المس تلقاه عصبيه عاليه خالص، تلقاه ما بيستلطفش اشخاص معينه، يعني ما يحبش يقعد مع اشخاص مع اي شخص، لو مصلي ومتوضي وعلى وضوء جاي، تلقاه هو بيتضايق منه. تمام يا دكتور. طيب ناخد اتصال تليفوني، ام محمد من دمياط. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا عندي محمد ابني من هو صغير، وفعلا كان وقع وكنا ناقلين برضه في بيت جديد اول، كان كويس، وقع على مخه، هو الوقت عنده 19 سنه، يعني 19 سنه لشهر كده، من هو سنتين ونص وانا بلف بيه، مصايب الدنيا كلها نازله عليه، يعني درجه ان فتحوا له دماغه، عمل عمليه في مخه، والصداع ما كانش بيصيبه، وبيقوم من النوم يصرخ صرخ جامد، وحتى هو يعني لما كبر شويه بقى يصلي، بس برده بطل، لدرجه ان المصايب خدته لدرجه ان مفصل الشال من مكانه،
متحرك وعايز الوقت تديله مفصل، المصايب بقى نازله عليا ما بتسيبوش خالص، مش عارفه اعمل ايه بصراحه، هو وحيد يعني على بنتي، المصايب مش بتسيبه خالص، وانا تعبت بصراحه. ده سنه كام؟ ويقوم سنه ينام كام سنة؟ يصوت ويقول يا ماما وصدخ ويعيط ويقول له انا اهو يا حبيبي فين وفين، وممكن يدرى ان هو قال وممكن ما يدراش يعني. عنده كام سنة؟ هو عنده الوقت دخل على 19 سنه. 19. بصراحة أنا تعبت يعني، تعبت لف مصايب ما بتصيبوش خالص، لدرجة إن الدكتور فتحوا له مخه وقالوا إحنا يعني ظنوا إن هو عنده حاجة كبيرة، وقالوا لا ده هو بس مكان الخبطة كان عمل تجمع دموي وبسيط، كان المفروض ما يعني ما تستدعيش الحالة إن إحنا نفتح له، على طول بيقع على طول يتشاط على طول، مصايب ما بتصيبوش خالص. لما الوقت بقى قعد بقى قاعد في البيت والله، ده يعني وأنا يعني تعبت لف دي جامد أوي، المصايب مش بتسيبه خالص. ف يعني مش عارفه بصراحه اعمل ايه يعني، انا تعبت، وكان الاول بروح يصلي ما عادش بعرف ينزل ولا. ده عنده لطش الجن، حاجة اسمها لطش نعم الجن، ده عنده حاجة اسمها لطش الجن، يعني ضربة عنده جن، ايه؟ ضربة جن، يعني حاجة اسمها ضربة جن، يعني حاجة كده، يعني مش سحر، لا ده لبس، بس حاجة اسمها ضربة جن كده، يعني بتضرب كده، هو ده صغير كان بتجي على يقف مثلا دماغه. يسمع الاذان جدا، كان يقعد يقول هو صغير الله اكبر الله اكبر، يعني بدا يتكلم يعني، هو لسه طفل صغير والله، هتلاقيه ينزل الخط على المصحف ده يقع من ايده والعلبه تخبطه في دماغه، وحاجه كده يكون مثلا حاجه في البيت هتلاقيها بتتشال وتروح مخبوطه فيه، هو طفل صغير بقى يحصل له مصايب يعني بصراحه. انا يعني ولا حاجة، ما تقلقيش حضرتك، ده عنده حاجة اسمها ضرب الجن، ادي رقمها واحنا نتواصل تمام. معاك. طيب حضرتك ام محمد من دمياط، سيبي الرقم على الاعداد، والدكتور ان شاء الله هيتواصل معاكي بعد الحلقة ان شاء الله باذن الله. طيب نكمل يا دكتور، علاقة الروحانيات بالطب البديل. الروحاني اللي هو اللي هو المعالج بالاعشاب، قلنا لو هو مش روحاني، لان الروحاني ده علم مكتسب من ربنا، ما ينفعش اي حد يبقى روحاني وخلاص يعني، او ممكن تبقى دكتور اعشاب، تبقى دكتور مش عارف ايه، تبقى اي حاجه، لكن ما ينفعش تبقى روحاني الا بقى باذن ربنا. نعم بالله. تمام. اما لو كان هو روحاني تمام، مش روحاني لازم يبقى على درايه بالروحانيات، لان زي ما قلنا العشب ده في هو اصلا العشب روحاني، اي عشب روحاني، ولذلك قلنا في زمان اهالينا زمان كان لما يحس بنفسه في حد ان هو تعبان، كان بيجيب بقى مثلا زي ورق الكافور، ورق السدر مش عارف ايه، يستحمى بيه الرجل كده، هو يلقى نفسه مرتاح نفسيا كده تلقائيا. غير كده بقى المفروض المعالج الاعشاب لو ما كانش روحاني يبقى اعشابه كلها بايظه. تمام. لا مؤاخذه، في عشب بيتاخد عن طريق الفم، في عشب بيتاخد لمؤاخذة تشطيف مثلا، في عشب استحمام، في عشب دهان، هو ازاي هيميز بين ده؟ ازاي هيعرف ان العشب ده بيتاخد عن طريق الفم، او العشب ده ان هو مثلا ده دهان، او مثلا العشب ده بيتاخد مثلا استحمام، هيعرف كده ازاي؟ المكانش روحاني بقى ويدخل يعرف معلومات عن العشب ده. تمام. هيعرفها ازاي غير بالروحانيات؟ طبعا مش هينفع. جميل يا دكتور. طبعا خلاص الحلقة انتهت، ونطلب من حضرتك توجه كلمة للسادة المشاهدين والمرضى المس والسحر والدجل، يعني في حدود نص دقيقة. والله أنا أنصح الناس إن يميز بين الروحاني وبين الدجال، ولما يعني يبقى في فرق بين الروحاني والدجال، أهم حاجة بالقرآن، كله بالقرآن. تمام. أنا لقيته طبق، إذا رأيتم الرجل يحلق في الهواء فطبق عليه الشرع، لقيته إنسان ملتزم بيصلي، عنده صدق، عنده أمانة كده، خلاص شرح لي اللي جواي، يبقى هو ده إنسان صح. لا بقى هو وضح لي وقال لي مش عارف أنت ببيتك وكده، أنا بكشف على مرض، أكشف ليه بقى على بيتك؟ إن بيتك فيه كنبة مكسورة وفيه مش عارف إيه ومراتك لابسة إيه وبتاع، ده كلام ما ينفعش. أنا بكشف على مرض، يكشف لي على المرض اللي عندي. تمام يا دكتور. المفروض طيب الناس تبقى وعند وعيها في الكلام. بنشكر حضرتك النهارده واستمتعنا، وان شاء الله نلتقي بيك في حلقات تانيه. والى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا الاسبوع القادم يوم الاثنين الساعه 11 وبرنامج طلع اللي في قلبك، والى اللقاء. زادت في
نفسك كلنا ايه نفسك على مهلك واحدة واحدة وتوصل للنجوم واتفض ويانا وانسى وقلها في المدرسة وتخانك يوم شراك فانت بتعرف تقوم هذا البرنامج برعاية بيور جيم فيصل والطيبة للأدوات المنزلية.